أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح. في عالم مليء بالاضطرابات الشخصية والنفسية، كيف نواجه، كيف نتغلب على كل هذه الاضطرابات الشخصية والنفسية؟ عالم مليان في أحداث كثيرة، في أخبار من كل أنواع الأخبار اللي بتزعج، سواء الأخبار السياسية، الأخبار الاجتماعية، الأخبار الدينية، وعلى يعني فوق كل هذا اللي عم بمر في العالم الجائحة الكبرى اللي هي الكوفيد أو الكورونا 19. وطبعا كيف ممكن خلال كل هذه الظروف اللي بنمر في كل أنواع التحديات وكل أنواع الاضطرابات، هل ممكن إنه الإنسان يتغلب؟ وكيف ممكن يتغلب على كل هذه الصعوبات؟ اليوم أنا بشجعك إنك تشاهد هذه الحلقة، لربما أنت تمر في نفس هذه الظروف ومحتاج للمسة شفاء، لمسة إلهية، ولربما أنت بتمر في ظروف قاهرة من سيء إلى أسوأ. الأخبار الحلوة اليوم إنه هاي إلك الأخبار، لأنه الله بحبك والله عاوز يعمل شيء خاص في حياتك. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.